يعقد مجلس الأمن جلسة يوم غد للبحث في التطورات الجارية في المنطقة وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وذلك بعد عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية جهود عقد جلسة يوم الجمعة الماضية. يأتي ذلك فيما واصلت قوات الاحتلال شن غاراتها على قطاع غزة مع استمرار المواجهات في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة. من القدس إلى غزة ومن مدن الضفة الغربية إلى مدن الداخل المحتل، تقاوم فلسطين المحتلة الإسرائيلية على أكثر من جبهة، فيما يتواصل عدوان الاحتلال مخلفاً شهداء وجرحى ودمار. في غزة تواصل قصف الاحتلال على عدة مناطق في القطاع، ما أسفر عن استشهاد 10 أشخاص من عائلة واحدة، 8 أطفال وامرأتين، فيما ردت المقاومة بإطلاق صواريخ باتجاه مناطق تحت سيطرة الكيان. أما الضفة فلم يهدأ نبضها وأعلنتها ثورة على المحتل مع اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال أعقبت مسيرات خرجت نصرة للقدس وغزة. هذه انتفاضة شعبية غير مسبوقة يتوحد فيها 13 مليون فلسطيني في كل أنحاء العالم من أجل هدف واحد، إسقاط الاحتلال وإسقاط نظام الأبرتايد والتمييز العنصري، ليس فقط في الأراضي المحتلة بل في كل فلسطين التاريخية. رسالتنا التأكيد على أننا شعب موحد هنا وداخل الخط الأخضر وفي غزة وفي القدس باب العمود وفي الشيخ جراح وفي الأقصى، كلنا شعب واحد له قضية واحدة. رغم سياسة الاحتلال العنصرية ومحاولاته التهويدية، يجتمع الفلسطينيون على قلب رجل واحد ليؤكدوا مجدداً وحدتهم ووحدة قضيتهم أمام العالم أجمع.